120 سنة، 120 سنة، استغفر الله العظيم يا رب. 120 سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، 120 سنة، 160 سنة، ما تاخدناش. هنفضل هنا 120 سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. 120 ناقص 5 بكام؟ ليه؟ 120 سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا قعدناهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم 120 سنة. 120 سنة. بس أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة، هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة، احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب، يفتحوا البيبان، يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية، بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض، ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التدخين ممنوع ولا ايه؟ انت معاك ولاعه يا هاني؟ بقالنا ساعه بنقول فين الولاعات وانت معاك ولاعه؟ يا جماعه ما حدش قال لي هات الولاعه، ما انتوا شايفيني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا اخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه اصلا انذار هنا؟ وحتى لو فيه انذار، مين اللي قال لك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي، بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه، ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها. اه طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب مية ونحط المواس في بقنا ونشرب مية ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربية الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ رجع المواس. لا لا ما فيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس ما فيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي. ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتدبع. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضحي، بس يا ضحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول. عشان اللي انت عايش. سيف صادق ادي الحق اهو. افندم هاني شاكر محمد فؤاد. انت اول مره تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير وري، اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حسن؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طه هو اهو. 120 سنة خلاص بقى. 120 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب فيه؟ ابو الدهب فيه؟ ربنا يكرمك ابو الدهب فيه. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. تفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ بتعمل المؤاخذة اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم، ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجلة وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعتي حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجة تانية اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفة قوي يا سيف. انا اللي وردتكم في كل ده،
اسفه ليكوا كلكم. اسفه ده يا عسل، انا قاعد دم قلبي في المشاوير بتاعتكوا دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح اللي ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوف دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمرت غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده، انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضاحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضاحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك. واعرفك ازاي انا ضاحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتن. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا هفهمكم هناك. يلا